بكم في نشرة أخبار مجلس الشيوخ من موقع تحيا مصر، وإليكم آخر المستجدات. لجان مجلس الشيوخ النوعية تستعد لعقد اجتماعات خطة العمل لدور الانعقاد الأول الأسبوع المقبل. وسائل لجان النوعية بمجلس الشيوخ يتحدثون بموقع تحيا مصر وتأكيدات على دعم الدولة والمواطن. النائب أحمد دياب يطرح أول أجندة عمل للجنة الشباب والرياضة ويؤكد المنظومة الرياضية بالأولويات. وإليكم التفاصيل. تستعد لجان مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لعقد عدد من الاجتماعات لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك لدور الانعقاد الأول بعد أن تم الانتهاء من الانتخابات الاثنين الماضي. تحدث عدد من رؤساء اللجنة النوعية بمجلس الشيوخ لموقع تحيا مصر مؤكدين على أن المجلس بلجانه النوعية سيعمل على خدمة المواطن، حيث قال المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية أن عمل اللجنة سيكون في دور أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فيما يتعلق باختصاصات اللجنة التشريعية. رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ النائبة حنان أبو العزم أكدت أنه تم التشاور والنقاش بين أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس على وضع سياسات عامة لعمل اللجنة الفترة المقبلة، خاصة وكيفية النهوض بالصناعة والتجارة وتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها للحفاظ على نصيب الغير القادم من الموارد الطبيعية. طرح النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خطة عمله بعد فوزه بوكالة لجنة الشباب والرياضة، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يحظى بأهمية كبيرة في الحياة التشريعية في مصر باعتباره مجلسا تخصصيا به معينون وصفوة من الكفاءات في كافة التخصصات المختلفة، موضحا أن الاهتمام بالشباب الركيزة الأساسية للدولة المصرية وخطتها لبناء الإنسان المصري. قال النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ووكيل اللجنة الدينية والأوقاف للشيوخ أن فوزه بمنصب وكالة اللجنة الدينية للغرفة الثانية شرف عظيم، خاصة أنه قبطي، مشيرا إلى أن الخبرات التي يتسم بها أعضاء اللجنة من هيئة المكتب وباقي الأعضاء تبشر بعمل متميز سوف ينتج عن اللجنة الدينية والأوقاف. قدم النائب عبد الخالق قياد رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدي ووقف تطورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإخبارية الإلكترونية مجهولة المصدر ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم بخير. أمل عمار.